اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ما تصلوا عليه احلى بنات، حطوا لي لايك، خمس كومنتات كده فيهم ذكر الله لنا ولكم الاجر ان شاء الله. عايزه اقول لكم النهارده اليوم اقسم بالله كله بص بام 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 تعقيدات، بس خليكم معايا لاخر الفيديو بالله عليكم، ما تنسوش تحطوا لي لايك وبحبكم جدا. صباحكم عامر بذكر الله. يلا بقى نروح نحضر الفطار بسهره كده، وانا طبعا كالعاده بصحى وبفطر الولاد وصليت الصبح، وطبعا انا ما برضاش اجيب الروتين اليومي بالظبط بالظبط لاني هفرهطكم معايا، ده انا اقسم بالله بحس اني في دوامه رايحه جايه جايه رايحه. بقول فيه يا جماعه، المهم جبت هنا معلقه بقى من السكر كده ومعلقه وربع من النسكافيه، وحطيت شويه ميه وضربتهم بالمضرب كده الكهربائي عشان بس النسكافيه يعمل لي وش، لان انا بقى ايه كنت مصدعه وبشتهي بشتهي كده كوبايه نسكافيه. حطيت رشه كده من النسكافيه جميله وتمام التمام، واليوم بادئ بقى ايه عارفه اللي هو انت صحيت تقول ايه الحياه بقى لونها بامبي. بس يلا ما كانتش بامبي خالص. بصوا حطيت الحاجه ولسه امسك التليفون عشان ارد على الكومنتات بتاعتكم، واللي حصل حصل. ويا لهوي اصحي يا اختي فوق، انت هتعملي لنا فيها سندريلا يا اختي، قومي امسحي واغسلي. انا يا اخواتي يا حبيباتي مش مكتوب عليا الراحة ابدا، ابني داخل بيجري في البلكونة وراح زيه وخبط الترابيزة، الترابيزة دي من النوع اللي هي بتتفتح وبتتقفل، راحت تك اتكت على الارض وكل حاجة راحت والنسكافيه راح. يلا رحت قايمة بقى متنكدة، قلت وربنا ما هفطر، واتنكدت وعارفة اكلت بلعت العيال بلعتهم بلع كده، ورحت جارية على الحمام، قلت لا يا بنت طلعي طاقتك دي بدل ما تضربي العيال ولا تعملي لهم حاجة. رحت بقى دخلت على الحمام قلت ادعكوا كده دعكة كده بسيطة يعني. وبالنسبة بقى للليد اللي ورا الازازة دي، في ناس كتير قالوا لي يا نوجة انت مركبيه ازاي، عايز اقولك ان انا جايبة المراية كده، يعني مش انا اللي مركبة الليد الازرق ده ورا المراية ولا اي حاجة، هي جاية كده وبتدي اضاءة حلوة جدا في التواليت بتاعك، وانا عادة مش بشغله كتير يعني فين وفين لما بشغل الليد ده. تمام هدعك بقى الحمام بالشكل ده. وعم معايا بقى مشكلة بتاعت حبيبتنا، طبعا لما عرضنا مشاكل الخطوبة وقعدنا نتناقش فيها ان الواحد بيضغط على الواحدة وبعد كده ممكن يا يتجوزها يا ما يتجوزهاش، فمعانا قصة دلوقتي بتقولك انا متجوزة بقالي اكتر من 8 سنين ومعايا بنتين وولد، وبالمناسبة انا عايزة احكي قصتي عشان تبقى عبرة لأي حد. المهم ان انا كنت بحب خطيبي ده جدا جدا اللي هو جوزي دلوقتي وابو عيالي، والمهم ان احنا كتبنا الكتاب، وبعد كتب الكتاب كل شويه يزن عليا ويقول لي انت مراتي انت حلالي انت مش عارفه ايه انت كان انت ماني، وكان بياكل بدماغي حلاوه. طبعا بحكم ان هو كان جوزي او كاتب عليا الكتاب كان بالنسبه لي ان انا بخرج معاه عادي، وكان بيجي ويقعد معانا في الانتريه عادي جدا، وكانت ماما ممكن تسيبنا مع بعض بالساعه والساعتين عادي مفيش اي مشكله، وانا ممكن اروح لهم ونفس الكلام لاني كاتب عليا ويعتبر جوزي. هو مش يعتبر، هو جوزك. المهم المهم مره مع مره مره مع مره حبلت من قبل ما اخش يعني. المهم هو كان راجل معايا وكويس وحضر الشقة على طول، واتجوزت مع مامته، كانت مامته طبعا كان هو مدي سنتين على الجواز. المهم اتجوزنا خلال سنة واحدة بس عشان الحمل اللي حصل، وعشان هو حكى لمامته الظروف وكده، راحت مامته قالت له تعالى اتجوز معايا. المهم اتجوزنا، بس مامته عارفه اني انا حامل من قبل ما اخش. المهم هي مامته قعدت تعايرني بقى على مدار الثمان سنين، وكل شويه عايزينها ماسكه عليا زله، رغم ان كان كاتب كتابي وهو كمان نفس الكلام، كل ما يحصل حاجه كل ما يعمل حاجه، وحاسه ان هو مش بيحبني وبقى يعاملني معامله وحشه جدا جدا، و طول الوقت حاسه بخيانته وبواجهه بخيانته، وش عرفت كذا مره ان هو عارف كذا واحده يعني، واعمل معاه مشكله واغضب واروح لاهلي بالعشرة 15 يوم وارجع تاني. المهم فضلت على كده يا نوجه وتعبت نفسيتي، فقررت ان انا اعيش عشان خاطر ولادي وعشان خاطر هو معايا طلع كويس وما سابنيش وشال غلطته بمعنى اصح.
المهم بقى انا دلوقت هو حاليا دلوقتي يعني يا نجا انا برضو براقبه كل حاجة، لا بيخني ولا اي حاجة، لكن انا طول الوقت شاكة فيه ونفسيتي تعبانة جدا، وطول الوقت عايزة اسيبه، وطول الوقت مش عارفة اعمل ايه. يعني انا بجد ما عنديش اخوات، وهي بتقولي يعني ان هي ما عندهاش اخوات، ومامتها ست كبيره ومحدش يعرف خالص ايه اللي حصل لها من 8 سنين ده غير حماتها وجوزها بس. وطبعا ملهاش كلمه، عينها مكسوره قدامهم كده. فاهمين انتوا الحوار جاي ازاي يا جماعه؟ عشان كده بنقول يا حبايب قلبي، حتى لو كاتب عليكي كاتب عليكي اللي هو خلاص هو جوزك، برضو اوعي تسلمي نفسك غير في بيته، غير في غرفة نومك بعد ما تخش ان شاء الله ولابسه الفستان الابيض، وتبقى اول فرحة واول لمسة واول حضن، كل حاجة في بشرع ربنا بتكون حلوة جدا. انا من رأيي هو طبعا انسان كويس وكل حاجة، بقى طبعا بيخونك مش بيخونك دي كده كده كلها الرجالة كلها يعني معظمهم الا ما رحم ربي بتبقى نزوات كده يعني، يعني نزوات. مش هنقول بقى ان هو انسان وحش، لان لو انسان وحش كان سابك او طلقك او قال هي حامل من مين، لكن هو شال شيلته فربنا يبارك له. تاني حاجة، حاولي تشيلي بقى تعيشي عشان خاطر ولادك، حاولي تشغلي نفسك بولادك وحماتك، يعني الله يجزاها خير. يعني هي مهما عاشت مش هتعيش أكتر من اللي عاشته، فربنا بقى يسامحها اللي هي بتقوله عليكي. وإذا كان عندها بقى بنت، إذا كان عندها صحة وعافية هيجوا فيها. فالمعايرة وكثرة النفس وحشة، لكن لما تسلمي أمرك ابتغاء وجه الله، على فكرة الموضوع صعب. يعني أنا بقولك وأنا لو حطيت نفسي الموضوع صعب جدا، بس أنا بقولك برضو يعني حاولي تعملي كل حاجة ابتغاء وجه الله، علشان ما فيش حل تاني. يعني لو انت مقدرتك طلاق وبهدلة وولادك ومعاكي بنتين محتاجين باباهم ومعاكي ولد محتاج باباه، انا بجد محتارة جدا، لاني انا برضو ما اقبلش ان حماتي تتكلم عليا كلمة ملهاش لازمة، او جوزي يعايرني. بتعايرني بايه؟ طب ما انت اللي عامل كده حضرتك، يعني فاهمين يا بنات، انت اللي عامل كده بتعايرني بايه؟ انت غلطت وانا غلطت في لحظة ضعف، وكمان ما غلطتش، انت كنت جوزي وكاتب عليا ومفهمني ان انا مراتك وكاتبين الكتاب وكل حاجة. فبالله عليكم يا بنات معلش اكتبوا لها رأيكم في الكومنتات، واي حد بيسمعني خلي بالك من نفسك وحافظي على نفسك، علشان الرجالة ملهاش امان، الرجالة ملهاش امان، اعرفي كده. تعالوا بقى بعد ما خلصت ونظفت التواليت مية مية وتمام التمام ومسمرت ولادي كده قدام الكرتون، هم طبعا لما بقلب عليهم بيبقوا عارفين خلاص ان انا جبت اخري منهم، قلت اخش يا بنت اعملي الغدا، محدش واخد منها حاجة، يعني هو النكد هيجيب ايه يعني. عفوا. المهم جبت بصلاية وقطعتها وحتة زبدة وشوحتها، وحطيت بقى معلقة من الكركم ومعلقة من البهارات الكبسة وواحدة واتنين من اللي هو الليمون اللومي ده اللي هو الناشف، و قرفة خشب. وبعد كده بدأت ان انا اغلف الرز كويس جدا بعد ما غسلته وكنت نقعاه قبلها بخمس دقايق. الرز البسمتي انقعيه قبلها بشوية هيستوي معاكي وتمام التمام، وزودي شوية مية زيادة عن الرز العادي عشان الرز البسمتي بياخد، وحطي ورقتين لورا كده ودلعي الرز بتاعك، حط شويه ملح وتبليهم. وكان عندي شيش طاووق في الفريزر متبل، كنا متبلينه مع بعض، فطلعته يفك زي ما انتم شايفين. جبنا بقى الفلفل الالوانات ويلا نقطعه. بعد ما قطعته بالشكل ده والبصل والفلفل وحبه تحطي طماطم اللي انت عايزه اعمليه، بعد كده جبت بقى عصيان الشيش بالشكل ده، وهبدا ان انا ارتب بقى الشيش بتاعي معايا. وانا عايزه اقول لكم ان انا بيجي عليا يوم كده في الشهر، يعني بيكون اول الشهر، ممكن اول 10 ايام في الشهر، اول ما اجيب طلبات البيت اروح متبله الفراخ، متبله شيش طاووق، مش عامله معصجه شويه لحمه، كل الحاجات دي بتنفعني. المهم رحت، عايزه اقول لكم ان الشيش طاووق ده والله العظيم من الشهر اللي فات، يعني انا عامله التفريزات بتاعه الشهر اللي فات، فلقيت اخر كيس شيش طاووق رحت عاملاه.
جبت بقى الطاسة الجميلة بتاعتنا دي، هرش فيها رشة زيت كده بسيطة خالص، وبعد كده هبدأ أدهن بقى كل الزيت اللي أنا حطيته علشان يبقى واخد الطاسة، وأحاول بقى أن أنا أرصص العصيان الشيش بالشكل ده عشان ياخدوا صدمة بس كده. وطبعا الطاسة يفضل أن تكون سخنة جدا. أنا هنا بقى بحاول أزق كده عشان إيه أجيب مكان يعني اليوم بالشكل ده كده. عارفين انا ورايا حاجات كتيره في البيت، وعايزه ابدا بقى تنظيفات رمضان، لاني انا بما اني معايا عيال وداخلين خلاص اجازه نص السنه بتخلص اهي، وهنرجع بقى تاني للدراسه وكده، فقلت تبداي ابدا بحاجه حاجه. عايزه ابدا باول حاجه البوتاجاز، لان البوتاجاز بجد محتاج ان هو يدعك دعكه، عارفين دعكه تمام التمام بجد. انا عارفه كل شويه استحلف له اقول له ده انا همسكك ادعكك دعكه. فانا برضو عايزه اسالكم، يفضل ان انا اعمل البوتاجاز انضفه تنظيف عميق من الفرن للحوامل بتاعت البوتاجاز للعيون اللي بصوا كله كده، يفضل اعمله في فيديو لوحده تنظيف البوتاجاز بالتفصيل، ولا ادخله داخل روتين؟ مهم جدا رايكم في الموضوع ده. المهم انا هنا بقى وانا واقفه قلت لقيت عندي شويه حمص، انا كنت نقعاهم من بالليل ومكسله اعملهم، قلت لا خلاص بدل اتنقعوا تعالي بقى نعملهم. رحت حطيت جبت ربع كيلو من الحمص ونقعته لتاني يوم، لازم يتنقع اقل حاجه 6 ساعات 12 ساعه، كل ما تسيبيه اكتر وتغيري ميته طبعا بيكون احسن. وجبت بقى رتل ونص من الميه كده، ورحت ميه سخنه سخنت ميه في الكتل ورحت نازله على النار وسبتهم بقى. جيت هنا بقى الرز بتاعنا كان استوى وتمام التمام، جبت فحمايه وجبت الورق ده ورحت حطاه كده. عايزه اقول لكم ان الرز بيبقى طعمه طعم المشاوي حاجه كده فوق الخيال صدقوني. جبت بقى اللي هو الزيت ورحت رشه رشتين كده صغيرين عشان يدوني ريحه، واكتمي الرز بتاعك يا قلب اختك اقسم بالله رز مطاعم، اسمعي مني وما ترجعيش ورايا. هنا الشيش طاووق خلاص استوى وبقى زي الفل اهو. وعايزه اقول لكم اقسم بالله انا طبعا ابني الصغير يونس قعد يعيط، فديته واحده ودقت معاه متبله وجميله، لما بتقعد في التتبيله زياده عن اللزوم بتبقى طعمها حلو جدا. هنا بقى عملت شويه سلطه الطحينه، وادي الرز مفلفل وجميل، وعايزه اقول لكم ريحته بقى قلب البيت بطريقة غير طبيعية ومفلفل ومية مية. هنا بقى عملت سلطة الطحينة زي ما قلتلكوا كده وانا واقفة، وحطيت جرجير، مرضتش ايه اكتر بقى سلطة والكلام ده، لان انا عارفة ولادي مش هياكلوا سلطة، هما بيحبوا يغمسوا الشيش طاووق كده في الطحينة وتبقى زي الفل. هنا بقى هنروح نتغدى خلاص، خلصنا الغدا يعني ما فيش حاجة تاني هعملها. وانا اصلا النهاردة كنت ناوية اعمل لكم ترويق عميق بقى للريسبشن او غرفة النوم، كنت همسك غرفة غرفة زي ما انا قلت لكم، بس للأسف بقى خالي تعب جدا واضطريت ان انا اسك بقى على كل حاجة، واني مش قلت لا مش هروق، خليه روتين سريع كده. غدينا الولاد وقعدت بقى حطيت لهم حلويات وكده وبحايلهم عشان انزل لوحدي، مش عايزه طبعا خالي تعبان جدا وانا مش عايزه اخدهم معايا عشان ما يعملوش ازعاج طبعا، فقلت احايلهم. وبعد الغدا رحت مشرباهم، حاطه لهم بيبسي وحلويات وشوكولاتات زي اللي انتوا شايفينها دي، كنت اول مره اجرب كتكات دي عجبتني جدا، وناويه ان شاء الله اجيب الاطعمه كلها لاني بجد حاجه كده تحفه جدا جدا بجد يعني شهاده لله. الكتكات طلعت جميله جدا، انا على طول بحب الكندر فدي عجبتني. فانا دلوقتي هنزل هروح ازور بقى خالي واشوف الدنيا هتمشي معاكم ازاي. بصوا يونس طبعا يونس مرضاش يقعد خالص، فقررت ان انا هاخد يونس معايا عشان مش عايز يقعد. وهنا حيلت مريم وياسين وقعدت اقول لهم ماما قالت ان انتوا شاطرين وهتقعدوا ساكتين والكلام ده، بحيلهم بحيلهم. دخلت بقى لقيت الحمص استوى، قلت قبل ما انزل وقبل ما اعمل اي حاجه هخش اشوفه، لقيته استوى، نزلت عليه بشويه صلصه من اللي انا كنت مفرزاهم معاكم، برضو فصين من الثوم، رحت هركاهم بالشكل ده وقطعيهم صغير خالص يعني مش هياخد معاكي اي وقت ولا اي مجهود، يبقى معلقتين من الصلصه ومعلقه
معلقة ثوم وعصرة ليمونة كده حلوة، و يعني حطي ليمونة كبيرة يعني، بس كده سيبيهم بقى ياخدوا غلوتين تلاتة كده عشان طعم الصلصة. حط مع ربع معلقة سكر، بتفرق جدا في الطعم، وحط شوية ملح حلوين كده. لو عندك بابريكا مدخنة بتبقى حلوة جدا، حطي حطيت كمان معلقة كمون كبيرة. انا بقى ايه الشطة بقى والليمون والدقة والكلام ده انا بحطها بعد ما يستوي الحمص خالص، وهبدأ ان انا بقى اعبيه بالشكل ده. بص عايزة اقول لكم ان طعمه خطير بجد والله العظيم، مش عشان انا اللي عاملاه. بصوا بقى زيني بقى زيني، حطي بقى ليمون، شوية شطة لو بتحب الشطة اللي انت عايزة حطيه، هتلاقي معاك شوية حمص اقسم بالله تحفة جدا. وحطيت المعلقة عشان اكل بيها الحمص، وبحبكم جدا. بس كده الروتين خلص واليوم خلص، وتصبحوا على خير. كان يوم صعب شوية، كله تعقيدات كده من اوله، ولكن طبعا يوم من ايام ربنا. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة شهر رجب، وبحبكم جدا جدا. ما تنسوش كلمة السر، ها كلمة السر يا اختي اللي خدته الهانم، تاخده مساحة السنين، خلي عندك ثقة في نفسك يا اختي. هروح بقى كده انا استقانيس، وهشرب الحمص العظيم ده اهو. هروح بقى، وبحبكم، انتظروا روتين غدا ان شاء الله.